ثواني بقى اما نحذف الطياره دي هناك كده. واو اوه عملتها. السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده فيديو ضرب نار من الاخر عشان كل الناس طلبت مني الفيديو ده. النهارده في الفيديو ده يا صاحبي هنشوف مين الاقوى، جودزيلا ولا كينج كونج. كل الناس طلبت مني ان انا اتحول وابقى جودزيلا في لعبه جاتا. النهارده هنشوف مع بعض احنا جودزيلا. بس يا صاحبي ليها طلب واحد بس صغير يا صاحبي، قناتي الثانيه، قناه الصغنطوطه اللي هي الصغيره دي مفيش حد بيشترك فيها. طب ليه يا صاحبي؟ ده انا بنزل عليها العاب جميله جدا والله العظيم هتعجبك. عايزين نوصلها كده 10000 مشترك. هسيب لك القناه موجوده تحت الفيديو كده، روح روق عليها واشتراك كده وظبط الدنيا. مش عارف اعيش مع الناس تحت، الناس عايشه في عالم وانا في عالم تاني خالص. يعني في طياره ماشيه اهي، تعالى بقى تعالى طياره طياره كده طياره. استنى يا جدعان عايز امسكها. طياره تجري يا تجري مني. مسكتها والله والله مسكتها في ايدي اهي. شايفين الطياره؟ بس دي مش طياره شرطه، دي طياره ناس عاديين كده بس. طب انا عايز اجرب الطياره دي، شايفين من قريب عامله ازاي؟ راكب فيها اتنين، لا والاتنين قاعدين ساكتين ما بيتكلموش. الله شكلهم حلو قوي. طب يا رجاله خلينا نحذف الطياره دي بعيد ونخليها اشوفها كده هتوصل فين. بص كده يا صاحبي شايف؟ واو ايه دي طارت. والله طارت في الجو هناك. اي ممكن تيجي لي تاني؟ لا اختفت اختفت خلاص. طبعا يا رجاله انتوا عارفين القصه واللي حصل لي لما رحت للدكتور واداني الحبايه اللي خد مكانها كل الذهب اللي كان معايا ده، وبقيت ضخم كده زي ما انتوا شايفين، وبقيت عامل شبه الغوريلات ومش لاقي مكان اقعد فيه. المشكله ان انا بنام فوق هنا في الصحراء، مفيش مكان. شايف البيوت صغيره ازاي وانا كبير، فمش عارف اعمل ايه. طب قولوا لي اعمل اروح فين؟ طيب يا جماعه انا عايز ارجع لطبيعتي تاني، قرد صغير كده محندق اعرف اتحرك واروح. كنت بنام في الاوضه الصغيره بتاعتي، انما هنا انا مش عارف اروح فين. انا بقيت ضخم جدا وممكن اكسر العمدان دي بقى. اوه ايه ده؟ في ايه؟ نزلت، انا عايز ارجع تاني. عشان كده النهارده انا هروح للدكتور واخليه يرجعني تاني قرد صغير، عشان انا كده مش عارف اعيش خالص، والناس كلها بتخاف مني، كل ما اجي جنب حد يطلع يجري مني. فالنهارده يا شباب هنتحول مع بعض لشخصيه تانيه. يا ترى ايه الشخصيه؟ اما نروح للدكتور هنعرف دلوقتي. فانا هجري بسرعه عشان اروح للدكتور واخليه يديني الحبايه اللي هو بيقول لي عليها اللي هتغير شخصيته وهتخليني مبسوط، عشان انا ما بقتش مرتاح. ايه ده؟ الطياره السياره طارت، العربيه طارت. طب بص نخبط دي. خرابي شايفين راحت فين؟ قوه كينج كونج يا جماعه برضو. واو يا خرب ابيض يا نهاري. استنى بص شايف العربيه دي؟ يا واو يا جدعان، واو بجد والله جامده. دي طارت بعيد. اروح للدكتور ازاي؟ اخدها جري بقى، ما مفيش عربيه هتعرف تركبني معاها. ده وحش كبير قوي ما ينفعش يركب في عربيه، فاحنا لازم دلوقتي نجري ونروح للدكتور ده عشان ناخد الحبايه ونرجع كده تاني قرد صغير. يلا 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 يا كينج كونج، يلا يا كينج كونج. ياه وسع الطريق كينج كونج غضبان، وسع الطريق كينج كونج غضبان. ياه انت فين يا دكتور؟ يا دكتور يا دكتور. بس يا كينج بس يا كينج اطلع اقعد فوق هنا يا كينج. بس يا جماعه انا كده انا دلوقتي يا جماعه في المبنى بتاع الدكتور، والدكتور تقريبا في الاوضه اللي تحت، بس انا تقريبا موتته. فانا هاخد كل الحبوب اللي معاه واقعد اجرب بقى حبايه حبايه واشوف انا حبايه هتظبط معاه وترجعني قرد صغير تاني، عشان انا مش عارف اعيش مع الناس كده. شايفين انا عامل ازاي؟ خبطه واحده مني بس ممكن تدمر اي مكان، وانا بصراحه مش مبسوط كده يا جماعه، انا مش مرتاح. هاخد الحبوب كلها، استنى انا هاخد الحبوب كلها اللي مع الدكتور لان الدكتور مات خلاص كده. يا استنى يا عم، ايه ده يا عم؟ ايوه خد بقى الحبوب كلها. دخلت خدت الحبوب كلها من عند الدكتور اهي. يلا بقى امشي بقى بسرعه، اطلع فوق في الجبل خالص عشان ما فيش حد يشوفنا واحنا بنتحول. مش عايزين اي حد يشوفنا خالص واحنا بنتحول. بسرعه يا كينج، اطلع يا كينج فوق، هترجع لطبيعتك تاني يا كينج، ما تزعلش خلاص هترجع لطبيعتك تاني. اطلع بس فوق كده، ايوه في المكان اللي انت بتقف فيه على طول، بس كده خلاص يا كينج. اقعد بقى هنا كده بس. يلا ناخد الحبايه مع بعض يا شباب ونشوف هترجعنا قرد صغار تاني ولا لا. يا جماعه انا بعد ما خدت الحبايه في امان الله لقيت نفسي اتحولت للوحش ده، دي جودزيلا يا جماعه، انا بقيت جودزيلا. انا نخلص من كينج كونج يطلع لي جودزيلا؟ ده ايه ده يا ربي؟ بس الجودزيلا دي شكلها حلو قوي،
وشايفين ظهرها من ورا عامل ازاي. الله شكلها جميل جدا، بس شكلها يخوف عن كينج كونج. كينج كونج تحس ان هو مسالم كده، انما دي شكلها شرير وبتبخ نار. احنا هنجرب فيها كل حاجه دلوقتي، وهنجرب القوه بتاعتها، وهنشوف هل قوتها احسن ولا قوه كينج كونج. جهاز بيزمر عندك يا جدعان، الجهاز بيزمر من قوه الجودزيلا. طب بصوا احنا ممكن نختار مثلا قوه ثانيه، نجيب القوه دي كده، استنى كده نجربها. ببقه كلها 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 كلها، شدها ببقه كده وقام راميها. استنى بص هوريك على العربيه اهي. يا خرب ابيض، ده فعص العربيه، في واحد راكب عجله يا جماعه، واحد راكب عجله يا عم. ايه ده، ده مسك عربيه. استنى مسك العربيه في ايده، اوه ممكن يرميها كمان. واو استنى ممكن نجرب حاجه تانية معاه. شباب تعالوا نجرب القوه دي كده، دي بتعمل ايه القوه دي؟ واو استنى استنى، ده بيجرى على العربية. ار ابيض، ده مفترس يا جماعة، مفترس. واو طب بصوا في حاجة تانية ممكن نجربها، نجرب دي كده. استنى في اتنين قاعدين في البسين اهو، بقول لكم ايه، تيجي نعمل عداء مع الشرطة؟ يلا تيجي نجيب الشرطة. طب يا رجالة نستعد مع بعض عشان الشرطة هتجيلي في الطريق دلوقتي، الشرطة هتجيلي دلوقتي. ياه الشرطة جت. استنى منزل كده، استناها في المدينة. واو جودزيلا بقى لو بيطير يبقى حاجه جامده جدا. استنى انا هستنى الشرطه في نص المدينه، او اطلع فوق المبنى ده واستناهم. الجهاز بيزمر، الجهاز بيقول لي ارحمني. جودزيلا دخل جوه البيت ولا؟ اوه واو جودزيلا طلع فوق يا جماعه. شايفين طلع فوق فين؟ تعالوا لي بقى يا شرطه، انا عايز الشرطه تجيلي، عايز الشرطه تجيلي، عايزها تجيلي دلوقتي، ماليش دعوة، أنا عايز الشرطة تجيلي دلوقتي. ده أنا هوري الشرطة، ده أنا بصوا، ده أنا هجيب القوة بتاعتي كلها للشرطة. يا تعالي يا شرطة تعالي، أنا مستنيك يا شرطة. فين الشرطة؟ شرطة؟ أه الشرطة تحت يا جماعة، مش شايفاني عشان بس أنا واقف في مكان بعيد، فأنا هنزل لهم بقى أعمل قفزة عليهم وأقول لهم آي. حد يشوف حاجة؟ حد عايز يهزر مع الجودزيلا؟ استنوا بس، ده في اخوات الجودزيلا هيجوا دلوقتي. فين الشرطه؟ انا عايز اشوفها يا فين. استنى استنى استنى، اما راحوا المشكله ان انا مش شايفهم عشان انا ضخم، انا جسمي ضخم جدا فمش شايفهم. فين عربياتهم اصلا؟ اهي في عربيه من عربيات الشرطه اهي، تعالي. في تاني عربيات، استنى اما نكسر البتاعه دي. مفيش حد هيعيش في المدينه دي. غرب ابيض، ده بياكل العربيات يا جماعه، ده كينج كونج كان رحيم عنه شويه. استنى في عربيه شرطه اهي، استنى امسكها، مسك عربيه الشرطه يا جماعه، هحدفها بقى فيهم، هحدفها فيهم. اوه الله يا ولد، يا واد يا جودزيلا يا جامد، اضرب يلا بوم. جودزيلا لا يرحم احد. في هليكوبتر، سامع صوت هليكوبتر بتطير، تعال استنى امسكها، امسك الهليكوبتر دي. اوه مسكتها والله، اي اي الهليكوبتر في ايدي يا جماعه. استنى الناس بتنط منها، هرميها لهم فين بقى؟ هرميها لهم من اهو كده اهو. واو هات بص بص، استنى عايز اطلع على مبنى كبير. اه في مبنى ده، هطلع فوق المبنى ده، انا عايز اكبر مبنى في المدينه اطلع عليه. هناك اهو شايفين يا شباب المبنى الكبير ده، ده اللي هطلع فوقه، هطلع اقف فوق واستنى كل الطيارات الهليكوبتر واقعد احدفها في بعض. اصبر بس لما يجي. واو جودزيلا جامده جدا، ممتعه كده عن كينج كونج، بس شرسه يا جماعه. انزلوا بقى اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي مين الاقوى، جودزيلا ولا كينج كونج. استنى ما نطلع فوق اهو، شايفين المبنى الكبير ده، ده يعتبر تقريبا اكبر مبنى، هطلع عليه فوق. واو 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 واو, واو, واو. واو يا جماعة أنا في أكبر مبنى في المدينة. شايفين جودزيلا؟ واو يا أنا جودزيلا. فين بقى الطيارات؟ أنا عايز أشوف الطيارات، الطيارة دي أنا عايز أموتها، بس لو في طيارة هليكوبتر تقرب من أهي، في واحد هليكوبتر بتقرب أهي، تعالي هليكوبتر تعالي تعالي، قربي كمان، قربي قربي، ما تقلقيش قربي، تعالي هنا تعالي، لا تعالي هنا قربي مني عشان كده هقع، لو انا جيت لك هقع، فقربي مني شويه معلش، ما تقلقيش ما تقلقيش مش هكلمك، بس تعالي تعالي
تعالي بسرعة، الطيارة اوه طيرتني هليكوبتر. اوه جميل قوي. طب مفيش واحد هتقرب منه ولا ايه؟ انتوا خايفين ليه كده؟ استنى استنى، طيارة اهي، طيارة، امسكها امسكها. مسكتها والله، مسكت الطيارة في ايدي والناس وقعت منها. استنى بقى هحذف الطيارة دي في الطيارة اللي هناك دي، هشوف هل هتنفجر ولا لا. اصبر اصبر. واو ايه ده؟ دي ما جاتش فيها. طب هات الطيارة اللي ورا دي. لا لا جودزيلا هتموت يا جودزيلا، هتموت يا جودزيلا. مات جودزيلا، ايه اللي حصل له يا جماعة؟ انا خايف عليك يا جودزيلا، لو مت مش هلاقي حد يحميني. فوق يا جودزيلا، عاش عليك يا جودزيلا، ارجع يا جودزيلا هتموت. بس كده خليك بقى واقف هنا، اي حد عايز يجي لنا يجي لنا. استنى بس عشان في طيارات كتير قوي، انا عايز اجيب الطيارة اللي تحت ده، عايز امسكها يا عم امسكها. واو مسكتها والله، الناس وقعت منها على الارض. استنى بقى عايز احذف الطيارة دي فين؟ احنا قلنا هنرميها فين؟ هنرمي الطيارة اللي معانا في الطيارة اللي هناك دي. استنى واو ما جاتش فيها برضو، ازاي ده يا جماعة؟ والطيارات مش راضية تقرب مني، خايفة مني عشان ما امسكهاش. لا 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 جودزيلا جودزيلا، استنى استنى امسك دي، الحق امسك دي، الحق امسك دي. هات الطيارة دي يا جودزيلا، هات الطيارة دي. ايوه كده مسك الطيارة، مسك الطيارة. الناس وقعت منها ازاي على الارض؟ ثواني بقى اما نحذف الطيارة دي هناك كده. واو اوه عملتها. واو فجرتها يا جماعة. في طيارات هليكوبتر كتير قوي. جودزيلا ما ينفعش يمسك سلاح، ما تمسك شوت جن جودزيلا كده، ما بيمسكش اسلحة جودزيلا. لا ما ينفعش يمسك اسلحة، هو بيمسك طيارات بس. تعالي يا حلوة تعالي تعالي، انزل اضرب يا انزل اضرب. ملحقش يا جماعة امسك، ملحقش. الشرطة بتتقاطر على جودزيلا عشان واقف لوحده. انط على الطيارة دي يا جماعة في عصا، او في طيارة هليكوبتر وراها. تعالي تعالي، انت عمالة تلف حواليا من ساعتها وشغلاني ليه بقى؟ ليه بقى؟ لما ابقى معاك كده جودزيلا والطيارات عمالة تطير حواليك. استنى بس عشان في طيارة، انا عايز احذف الطيارة اللي معاه في الطيارة اللي هناك ده. يا بنت انت جاية في حضني، دي جاية في حضني، احذفها في الطيارة دي. استنى 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 استنى، لا في الطياره اللي فوق، في الطياره اللي فوق. اوه واو والله جامده. الطيارتين نزلوا نصين، شايفين وهي بتتساقط على الارض. يا جماعه قوه جودزيلا رهيبه برضو، مش سهله يا جماعه، جودزيلا ده فظيع. استنى انا هنزل اقوم طاير على البتاع ده. ايه استنى واو. طب اعمل ايه يا شباب؟ كل ما اخد حبايه اتحول لوحش، انا عايز ارجع لطبيعتي تاني، ما كنتش عايز اقتل حد خالص. شايفين قوتي بتعمل ايه في الارض؟ بتكسر الارض. ولا اللفه الديل ده، لفه الديل دي اللي جميله قوي. بصوا يا جدعان انا اكتشفت قوه عندي خارقه جدا، اكتر من القوه الخارقه اللي موجوده. بص كده شايف العربيه اللي هناك دي؟ اوه جامده يا شباب، جامده والله. يا شايفين بطلع بتاع من عيني، من عيني ولا من بقي؟ استنى كده ده من بقه، بيطلع بتاع نار من بقه. طيارات عايزه تحاربنا، هي فين الطيارات دي؟ في عربيه هنا. يا طب تعالوا نجرب قوه تانية، القوه دي مثلا، نجرب القوه دي كده. لا ما بيعملش اي حاجه، ايه دي؟ بيحرك راسه كده بس. طب تعالى نجرب دي كده. اوه جامده دي يا ولد. طب تعالوا نجرب دي كده بتعمل ايه؟ برضه نفس النظام، ما بتعملش اي حاجه. طب نجرب القوه دي، وبيطلع صوت عالي. يا نار ابيض، صوت عالي جدا. طب نجرب دي، واو ولع في كل حاجه موجوده، نار ابيض. قلت لكم يا جماعه قوه الجودزيلا اقوى من قوه كينج كونج. شايفين؟ بصوا يا شباب، بصوا هعمل ايه، ولع في المبا كلها، ولع في كل الناس. اجري يا عم من هنا يا عم، ده انت بقيت خطير جدا. طب يا رجاله انا هقول لكم على حاجه اجمد واحلى من كده، انزلوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي انتوا عايزين تشوفوا اي وحش الفيديو اللي جاي وانا هجيبه لكم. اختاروا اي وحش يعجبكم، واكتر كومنت هيجيب لايكات هعمل لكم الوحش ده الفيديو اللي جاي. يلا رجاله كل واحد ينزل يكتب كومنتات تحت الفيديو، وشوفوا انتوا عايزين اي وحش عشان الوحوش هنا كتير قوي. يا مفيش حد هيعيش في المدينه دي. امسكها يا صاحبي، امسكها. ايوه كده بس كده. بص بقى شايف الطياره الثانيه اللي فوق اللي هناك دي؟ سيبك من الناس اللي وقعت، الطياره اللي فوق ده ايه؟
احذف عليها. اشحن اشحن يا جودزيلا. اختفت يا جماعه. طب يا شباب احنا جبنا الخمس نجوم خلاص بقى، يعني كفايه كده. هنعمل ايه في الشرطه تاني؟ هنعمل ايه كفايه عشان ما يتعبوش مننا. فان شاء الله يا جدعان الفيديو اللي جاي هجيب لكم الوحش اللي انتوا هتختاروه، وهندخل نلعب بيه جوه المدينه، وشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه وانا اعملها لكم. شكرا ليك يا صاحبي، انت كملت الفيديو للاخر، واحلى مسا عليك. وما تنساش تشترك في القناه لو انت اول مره تتفرج علينا، عشان الفيديوهات اللي جايه تبقى شامل. اضرب يا جودزيلا. جودزيلا لا يرحم واحد. جودزيلا لا يرحم واحد. ده جابوا له قوات خاصه. اه والله دي سيارة القوات الخاصة ايه؟ ودي القوات الخاصة. ودي شاحنة معدية ملهاش في أي حاجة. تتحدف على القوات الخاصة. أبيض وني. ده أنا ماسكها وبضرب بيها. لا يا عم احدف. بس كده. هات العربية دي كده. احدفها في العربية الناس اللي ماشية دي. ده أنت بقيت أحول يا جودزيلا. في مترو، في مترو. ده مترو ده ولا إيه ده؟ مترو ده؟ أوه ده قطر. الله شكله جميل قوي المترو ده. استنى نحذفه في مين؟ نحذفه في الناس الحلوه ده. بس بقى بس بقى تهدي بقى تهدي بقى تهدي بقى. انتوا شبه النمل كده. في يا جماعه في مركب في البحر هناك. يا الله المركب دي شكلها حلو قوي. استنى كده اما اجيبها. هات المركب دي يا جودزيلا. ايوه المركب الحلوه دي. ده جودزيلا اصلا بتاع ميه، يعني بيعوم في الميه. فاحنا ممكن نحذف المركب دي فين؟ نحذفها هنا كده. بس كده شكرا يا جودزيلا. اخرج بقى من المايه. شايفين المايه عامله ازاي يا شباب بالنسبه لجودزيلا؟ شكرا ليك يا صاحبي، انت كملت الفيديو للاخر. احلى مسا عليك. ان شاء الله تشوفونا في فيديوهات تانية اجمد واحسن من كده.